السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. كيف ما عودتكم دائما كنقترح عليكم اخر مكاين في الجلابة المغربية، اخر مكاين في الخياطة. كنتمنى انكم تاخذوا افكار، واللي بغات تخيط شي حاجة يعني تاخد افكار من هاد الفيديو هذا. مهم البنات، كاين هادو ديال التنبات اللي دارجين على الموضة، كيجيو كامل منبتين يعني تنبات، لا بالنسبه للملاقيه ولا بالنسبه للجلابه كامله. وكاين هذا الاسود بالطرز ديال الكمبيوتر، وكاين هذا الموف طرز ديال المخرم على الكمام. وكاين كذلك هذا الازرق كامل بالتنبات، جات زواقه على الصدر وعلى تحت الكم او لطول الكم. وكاين هذا الموف جوج جلبات كيف ما كتشوفوا، واحدة بالتنبات جات كاملة بالتنبات، وواحدة جات بطفيرة ديال الصقلين نص طوق كيف ما كتشوفوا، وعين عقدة نص طوق بالذهبي. وكاين هاد الموف تا هو بالذهبي، زواق ديال المعلم بصقلي. وبالنسبة للطفيرة نفس اللون ديال الجلابة. وكاين هادي بالتنبات، وكاين كذلك هذه بالتنبات. كاين هذه بالطرز ديال الكمبيوتر على الكمام وعلى الكتف ديال الجلابه وعلى صدر نص طوق. وكاين هذه بالنسبه للخدمه زوق ديال المعلم على نص طوق كما كتشوفوا. وكاين كذلك هذه حتى هي نفس الشيء، زوق ديال المعلم نص طوق على الكمام. وكاين هذا الاورانج مخدومه بالطرز ديال الكمبيوتر على طول الكم. وبالنسبه للخياطه عين عقده نص طوق طفيره في الذهبي. وكاين هذا الاسود مخدومه بالرنده ديال الالوان. وكاين هذه شيبي مفتوح مخدومه بالزوق ديال المعلم نص طوق وعلى الكمام. وكاين هذه بالطرز ديال الكمبيوتر على طول الجناب ديال الجلابه والكم. كاين هذا الاسود مخدومه ايضا حتى هي بالطرز ديال الكمبيوتر. وكاين هذا الاخضر او الزيتي مخدومه بالطرز ديال المعلم والتنبات. انتم كما كتشوفوا هذا اللون البنات رائع في اللبسه. بالنسبه للخدمه التنبات جات كامله بالتنبات باللوينات. وكاين هاد بلو مارين مخدومه بالطرز على الصدر وعلى الكمام، فعوض عقيدات عملهم ديك زضايف مغلفين كيف ما كتشوفوا بنفس اللون ديال مخدومه بها طرز. وكاين هادي جلابه في تركواز مخدومه بالتنبات على صدر وعلى الكم كيف ما كتشوفوا. بالنسبه للملاقيه جات كامله بالتنبات، افتحي في الجناب كيف ما كتشوفوا. هذا كيف ما قلت لكم البنات جات كامله بالتنبات بنفس اللون والذهبي. وكاين هذا اللون الاحمر مخدومه بالطرز ديال الكمبيوتر على طول ديال الكم وعلى نص طوق كيف ما كتشوفوا، عين عقده لتحت في
صالة واقفة، في صالة إيفازي ماشي مخزنية. وكاين هادي غوز فوشيا مخدومة بالطرز المخرم أو لبت شباك على القب وعلى الكمام، مخدومة اللون في اللون. وكاين هاد الموف مخدومة بالتنبات، جو الكمام عامر كيف ما كتشوفوا، واحد زواقة صغيرة على الصدر. وكاين هاد الأصفر ليموني. بالنسبة للخدمة بالبرشمان، وكاين هاد اللون اللي كنا شفنا قبل، نتوما غتشوفوا جلابة واقفة تنبت على نص طوق على الكمام. كاين هاد الأسود مخدومة بالتنبات والعقيدات حتى لتحت. كاين هاد الموف مخدومة بالطرز ديال الكمبيوتر على طول الجلابة وعلى الكمام. كاين هاد التشباك بالنسبة للجلابة باللون الأسود والذهبي. بالنسبة للخياطة عين عقدة لتحت في صالة مخزنية. وكاين هادي كذلك بالتنبات على الكتاف ديال الجلابة وعلى الصدر كيف ما كتشوفوا، ملاقية كاملة بالتنبات. وكاين هاد الموديل هذا اللي عنده جياب كيف ما كتشوفوا على الجناب. وكاين هاد الاصفر ليموني مخدومة بالزيتي عين عقدة نص طوق، سفيفة عريضة كيف ما كتشوفوا في الصورة. وكاين هادي في الزيتي مخدومة بالتنبات وكاين كذلك هادي بالتنبات. وكاين هادي بالطرز ديال الكمبيوتر والتنبات نص طوق. وكاين هاد الموديل اللون الاسود مخدوم حتى هو بالتنبات. بالنسبة للجوهر باللوينات، صافي البنات وصلنا لاخر الفيديو. كنتمنى ينالوا الاعجاب ديالكم هاد الاقتراحات اللي اقترحت عليكم اليوم. وما تنساوش الى عجبكم الفيديو تعملوا لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس باش توصلوا بكل الموديلات اللي كننزل في القناة. مع السلامة حبيبتي، نتلقاو في فيديو جديد ان شاء الله، موديلات جداد كيف العادة. مع السلامة.